قال لأحمد عز انت اللي هتودي البلد في داهية. ولما مرتضى منصور علّى صوته قدامه في مجلس الشعب شخط فيه وقال له اقعد يلا، فسمع الكلام وما فتحش بقه. كان بيدير البرلمان بحجبه والوزراء كانوا بيترعبوا منه، والكل كان بيقول له امرك يا كمال بيه. وكان اكتر شخص مبارك بيثق فيه، بس لما يحب يفرمله يقول له كرشك كبر قوي يا كمال، والتاني يفهم الرسالة ويرد من خيرك يا ريس. حكاية كمال الشاذلي أسطورة السياسة في مصر. في بداية حياته كان بيركب العجلة من بيتهم لحد المركز، ومن هناك ياخد الميكروباص بالنفر للقاهرة، لكن بعد شوية رجع المنوفية بالمرسيدس. وبعد ما كان عايش في بيت بسيط بقى عنده قصر بيقولوا عليه البيت الأبيض. كان اشتراكي أيام عبد الناصر، وهو اللي قاد المظاهرات ضد التنحي بعد النكسة في المنوفية. وجمال استدعاه وقال له أنا مبسوط من شغلك في الاتحاد الاشتراكي يا كمال. ولما السادات بقى رئيس كان واحد من رجالته، وبرضه قاد المظاهرات لتأييده قدام مراكز القوة، وهو صاحب هتاف أفرم أفرم يا سادات. والسادات كان كل ما يروح المنوفية أول واحد يعزمه على الغدا هو كمال الشاذلي. ومع مبارك كان أقوى رجالته ورمانة الميزان والراجل اللي يقوم البلد ويقعدها. ولما هاجموه قالوا عليه رجل كل العصور، رد وقال انتوا فاكرين ان انا هزعل؟ انا راجل كل العصور فعلا، طالما عصور في خدمة مصر. الانتخابات كانت بتتعمل بأوامره، وهو اللي يقول ده يترشح وده ما يترشحش، ده ياخد الكرسي الدورة دي وده يستنى الدورة الجاية. وكان معلم وعمدة في استيعاب المعارضة، وكان بيقول البرلمان ده البيت بتاعنا، بس البيت لازم يبقى فيه شباك المعارضة تتكلم منه عشان الوضع ما ينفجرش. عشان كده أول ما أحمد عز وجمال مبارك استبعدوه ومسكوا هما الانتخابات في 2010 ضيعوا الدنيا، وحصل اللي حصل في يناير. وزي ما كان بيرعب النواب كان برضه بعبع الوزراء. الوزير اللي يغضب عليه كمال الشاذلي تبقى وقعته سودة وأيامه معدودة. كان بيضرب تحت الحزام وفوق الحزام. ولما دخل في صراع مع كمال الجنزوري رئيس الوزراء رغم انه كان وزير في الحكومة بتاعته خلص عليه. ومبارك كان يقول مصر ماشية على ثلاث عجلات، ابراهيم سليمان في الحكومة وكمال الشاذلي في البرلمان وزكريا عزمي في الرئاسة. ويوم ورا التاني كانت قوة كمال الشاذلي بتزيد. كان اقوى رجل سياسة في مصر باعتباره امين التنظيم في الحزب الوطني، وأقوى نائب في البرلمان باعتباره زعيم الأغلبية، وأقوى مسؤول جوه الحكومة باعتباره وزير مجلسي الشعب والشورى. لكن كل ده ابتدى يتهد مع دخول جمال مبارك السياسة ومع أحمد عز. أحمد عز كان شايف إن كمال الشاذلي واقف قدام أحلامه، فابتدى هو وجمال يقصقصوا ريشه واحدة واحدة. سنة 2002 منعوه يبقى الأمين العام للحزب، وجابوا مكانه صفوت الشريف. وبعد شوية قسموا أمانة التنظيم اللي مسكها الشاذلي لثلاث أمانات، أمانة السياسات ومسكها جمال مبارك بنفسه، والتانية أمانة الشؤون المالية والإدارية ورئيسها زكريا عزمي، والتالتة أمانة العضوية ومسكها أحمد عز. وفعليا بقى من غير سلطات جوه الحزب الوطني. شوية وفكروا يطيروه من الحكومة، ولما جه أحمد نظيف رئيس وزراء قسموا وزارة الدولة لشؤون مجلسي الشعب والشورى لوزارتين، الأولى مسكها كمال الشاذلي وهي وزارة الدولة لشؤون مجلس الشعب، والتانية مسكها مفيد شهاب وهي وزارة الدولة لشؤون مجلس الشورى. ولما حصلت انتخابات 2005 حاولوا كل الطرق يخلوه يخسر، لكن طبعا محدش يقدر يقف قدام الشاذلي في الباجور. بس بعد ما نجح سحبوا منه الوزارة، وهنا قال كمال الشاذلي جملته مصر هيضيعها القصير والطويل، وكان يقصد بالقصير أحمد عز وبالطويل أحمد نظيف. لكن مبارك كان وافي رجالته للآخر، فقال ما أقدرش استغنى عن كمال وعينه رئيس للمجالس القومية المتخصصة عشان يحافظ على كرامته. وبرغم كده استمرت الحرب عليه من جمال وأحمد عز، لدرجة إنهم دعموا فيلم عمارة يعقوبيان اللي قدم فيه خالد صالح شخصية كمال الشاذلي بمنتهى السوء. وكانت دي التصفية المعنوية الأخيرة للراجل بعد تصفية كل مناصبه. ومن هنا ابتدى الشاذلي
يبعد عن السلطة مقابل صعود أحمد عز، وربنا كان رحيم بيه ومات في 16 نوفمبر قبل ما يشوف كل اللي بناه بيضيع.